السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زد. اليوم نهضروا على المدرب يعني وبشأن رغبة مارسيليا في التعاقد مع المدرب المنتخب الوطني الجزائري. هذه لا توجد تأكيدات بشأن رغبة مارسيليا في التعاقد مع هذا المدرب. يعني الناس اللي خرجت تهلهل وغارديو من ما يروحش، انت كيفاش يروح لك تيا؟ كان اللي قال لك باللي غوارديولا يخلص خير من المدرب تاعنا. غوارديولا يوميا في الملعب، مدرب تاعنا اي حسبوا له واش عم يصحبوا، حسبوا نتوما جوان جويلي اوت وحسبوا شحال، تما هي هادو 3 شهور شحال، 15 مليار نني. حنا الله يسهل عليه، ربي عطاها الله يسهل عليه. جاو ناس عرفوا كيفاش يمدوا شكارة ويقعدوا وراء السيطار. هذا مكان بصح باش تجيو تقولوا لي بلي كلوب ولا غوارديولا، غوارديولا يوميا في الملعب، يوميا خدام، يوميا ضغط، يوميا منا مباريات قراءة المنافس من بزاف صوالح، ماشي كيف كيف، ماشي كيف كيف. تجي تقول لي بلي غادي مارسي عندها راهي دايره خمسة تاع الجوارة، خمسة تاع قلت لك خمسة تاع المدربين. وشاهدنا وين مارسي في بيان لها بعد 16 شهر من تعاون سمح هذا العمل للنادي الوصول إلى الخطوة التالية في مشروع رياضي جديد والتأهل مباشرة للدور أبطال أوروبا. وتابع نحن وين قالك نحن سعداء بالمسار الذي سلكناه والمشاعر التي شاركناها، ولكن بعد الكثير من التفكير اتفق الطرفين مع أخذ يعني المصلحة مارسيي في عين الاعتبار على إنهاء هذه العلاقة مع المدرب سامبولي. حنا وين ما هيش كيف الصحافة الفرنسية نعرفوها كي دايرة، ما هيش كيف الصحافة تاعنا المأجورة، يعني صفقوا الاغتصاب، كي صفقوا الاغتصاب. الصحافة الفرنسية ما هيش مش كيف والناس هذه اللي يقول لك اه راه با يروح، يا ودي غادي نشوفوا لا يروح، اه با يروح، اه با يروح، روح ارقد له، ارقد انتوما العاهره ترقدوا وديروا عبسة الكلب، ارقدوا ودوروا على ظهوركم وضربوا بك عايل. انا نقول لكم كي ديروا، واحدة قالت لهم نطلق، يا ودي قالت لها قعدي شادة في خبزتك وين بيت تطلقي، خبزة كيما هذي وين طاحت على بنادم انت وين بيسيب خبزة، وين بيسيب خبزة، وين يسيب ناس الإقصاء من كأس العالم ونصفقوا، صفقوا ماشي صفقوا، انتوما صفقتوا حنا ما صفقناش. أنا جامي نصفق الواحد يفشل في حاجة، فشلت خويا راك فاشل. نسميك راك فاشل ما تالي كاع هذه، يعني ما نأمنش بها انا. فشلت سونغ من خسر 1-0 في الكاميرون قال لهم مازال الشوط الثاني، قال لهم دينا نظرة مازال الشوط الثاني. الناس ما قطعتش لي ياس، جاتوش لعبوها مركا، ما قطعتش لي ياس الناس، جاتوش لعبوها مركب. مزيه كاين مشاكره. وين عاودوا نولوا وين تكلموا، وين عاد موقع يعني فرنسي المقرب من اداره نادي اولمبيك مارسيليا قائمه 5 مدربين ويرشحوا على الارجنتين اليوتيوبر تاع الارجنتين. خرجوا راهم يهللوا رايح فلان رايح، خرجوا تاع اسبانيا قال لك فلان رايح، انتوما خي انتوما بركاكم تهضروا وما يروحش، ما يروحش لا طارت
ديك الكبيره اللي داروها مع زاتشي، تعقلوا ديك لاطارت اللي داروها مازال ما كملتش، مازال باقي هذا وين راهم، مازال ما كملتش مازال. وين اداره اولمبيك مارسي في قائمه لخمس مدربين رشحوا لتولي قياده النادي الفرنسي للموسم المقبل، من بينهم المدرب الجزائري بجانب كل من الايطالي روبرتو والاسباني مارسيليانو والارجنتيني بيلسا والفرنسي لورو بلون. وليست هذه المره الاولى التي يرتبط اسم هذا المدرب بفريقه السابق كمدير فني. قال لك يعرف البيت يا ولدي، تعش بيت تعش تبدلت وين تلعب وين في التسعين، من التسعينات اواخر التسعينات سي محمد، ابغى يتورونا بولا ضرب ولا كيفاه، بيتورونا بولا ولا كيفاه بفريقه السابق كمدير فني وعلى وجه التحديد منذ نجاحه مع المنتخب الجزائري وقيادته الى التتويج، يعني والاقصاء تسمى التتويج والاقصاء والخروج بنقطة واحدة، تسمى تهضروا انتم معايا التتويج، التتويج في 2019 والاقصاء في كأس افريقيا وخروج بنقطة والاقصاء من كأس العالم. اللعبة وين تلعب؟ لعب 97 98. وقال الموقع الفرنسي في تغريدة بعد تجربته التدريبية في قطر، قاد اللعاب يعني وين نتكلموا هذا، وين لا توجد تأكيدات، أنا نقول لكم بلي ما كاش تأكيدات 100%، الله يسهل لنا ويروح، الله يسهل، بصح على بالي بلي ما كاش لي يروح، ما كاش لي يخرج على بالك، ما كاش، ها راه سقسوا كي يسموهم ستاف تكنيك، سقسوا الناس اللي راهم قاعدين مور ليزار يتحكموا بالتيليكوموند، سقسوا لا يوخروا، معجونة. معجون كيما واحد نحضروا فيه رحبه قال لي شو قال خويا، قال لي هادو والفول معجون، قال لي ما يوخروش هذيك العاهره، عطاوها غير شويه معجون وشويه دهان راهي تضرب قلب ورب على زبزب، خاطر عطاها شويه معجون يلقاها في المطار سي محمد، زبزب يلقاها في المطار هكا زعق يلقاها في المطار باش يلقى هو ويركبها ويدخلها باللوطو سيدي موسى نورمال، تدخل سيدي موسى نورمال، دو في سيدي موسى نورمال، تبات فما في لوطي تاع سيدي موسى نورمال، معجون خويا، طائرة خالصة، طربوسات، كاع صوالح، أي تحلم، عطوها وزارة الثقافة، راني خايف غادي نسيبوها وزيرة الثقافة، تجي ليها وزارة الثقافة نورمال. المهم نعرفوا بلي مكاش اللي يطلق هذا الخبزة اللي راهي في الجزائر، هذه خبزة ومكاش مناصرين مزيفين كيما هادو، يعني وين الإقصاء يعتبر إقصاء، وين يعتبر إنجاز يفتخروا بالإختصاب. أنا قلت لكم ما تصفقوش هكا، صفقوا هكا، أنا نقول لكم بدلوا الصفقة، بدلوها هاكي تصفقوا، هذي نقولها لكم أنايا، وينهم ذوك الأنصار تاع 2009 2010 وغيرها تاع 2014 وغيرها، مكاش هذو قرب جابدي قاع سكتو، قاع سكتو، خاطش علاه تصيب عاهيرات مخنثين رافدين الدرابو المشعل تاع ديال إبراهيم، على هذيك مكان نورمال. الإقصاء يعتبر إنجاز، كي تشوف انت يا الناس في الكاميرون اللي خسرنا مع غينيا استوائية ويخرجوا صحافة يصفقوا، شنو غادي تهدر؟ ريال مدريد فين كي داخلة؟ كاين ريال مدريد، بارسا، جوفنتوس، باير ميونخ، باريس سان جيرمان، يعني كاين أي لاشين هنايا. عند ديال إبراهيم، أي لاشين هنا ديال إبراهيم باش يكون على بالكم، أي هابط.
أيوه ذاك الغياط راه يبكي، دير لافتات غياط، دير لافتات، شكون اللي يروح ويخلي خبزته؟ شكون؟ مكاش الغياط، ما تخافش.